تتفضل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة حفظها الله بتكريم المؤسسات التي ساهمت في دعم برامج ومشاريع المجلس الأعلى للمرأة خلال 10 سنوات. الشركاء الرئيسيون في تنفيذ الخطة الوطنية للاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية والوزارات والمؤسسات الرسمية. مجلس الشورى، ويتفضل معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى تقديراً لدور المجلس في دعم المشروع الوطني لإدماج احتياجات المرأة في مسار التنمية. مركز البحرين للتميز، ويتفضل معالي الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة وزير الدولة لشؤون الدفاع، وذلك تقديرا لدور المركز للتميز في دعم المشروع الوطني لإدماج احتياجات المرأة في مسار التنمية. معهد البحرين للتنمية السياسية، ويتفضل سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر رئيس مجلس الأمناء تقديراً لدور المعهد كشريك استراتيجياً في تنفيذ برامج التمكين السياسي. هيئة شؤون الإعلام، ويتفضل معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة رئيس هيئة شؤون الإعلام، وذلك تقديراً لدور الهيئة في دعم المشروع الوطني لإدماج احتياجات المرأة في مسار التنمية. وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة، وتتفضل سعادة الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة تقديراً لدور الوزارة في دعم المشروع الوطني لإدماج احتياجات المرأة في مسار التنمية. وزارة البلديات والتخطيط العمراني، ويتفضل سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير البلديات والتخطيط العمراني، وذلك تقديراً لدور الوزارة في دعم المشروع الوطني لإدماج احتياجات المرأة في مسار التنمية. وزارة الأشغال، ويتفضل سعادة المهندس عصام خلف وزير الأشغال تقديراً لدور الوزارة في دعم المشروع الوطني لإدماج احتياجات المرأة في مسار التنمية. وزارة الإسكان، ويتفضل سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان تقديراً لدور الوزارة في دعم المشروع الوطني لإدماج احتياجات المرأة في مسار التنمية. مجلس التنمية الاقتصادية وتمكين، ويتفضل سعادة الشيخ محمد بن عيسى الخليفة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية تقديراً لدورهما كشريكين رئيسيين لتنفيذ العديد من برامج تمكين المرأة البحرينية، وعلى سبيل المثال النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة البحرينية في التنمية. وزارة الطاقة، ويتفضل سعادة الدكتور أحمد علي الشريان الأمين العام للهيئة الوطنية للنفط والغاز تقديراً لدور الوزارة في دعم المشروع الوطني لإدماج احتياجات المرأة في مسار التنمية. وزارة الخارجية، ويتفضل سعادة السيد عبد الله عبد اللطيف عبد الله وكيل وزارة الخارجية تقديراً لدور الوزارة في دعم المشروع الوطني لإدماج احتياجات المرأة في مسار التنمية. وزارة المالية، ويتفضل سعادة السيد عارف صالح خميس وكيل الوزارة وذلك عفواً لتقديره تقديراً لدور الوزارة في دعم المشروع الوطني لإدماج احتياجات المرأة في مسار التنمية، وخصوصاً في مجال الميزانيات المستجيبة لاحتياجات المرأة. وزارة العمل،
ويتفضل سعادة السيد صباح الدوسري وكيل الوزارة، وذلك تقديراً لدور الوزارة في دعم المشروع الوطني لإدماج احتياجات المرأة في مسار التنمية. المؤسسة العامة للشباب والرياضة، ويتفضل سعادة السيد هشام الجودر رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة، وذلك تقديراً لدور المؤسسة في دعم المشروع الوطني لإدماج احتياجات المرأة في مسار التنمية. وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ويتفضل سعادة السيد عماد أحمد عبيد وكيل وزارة التنمية مساعد للموارد البشرية والمالية، تقديراً لدور الوزارة في تنفيذ توصيات المجلس ذات العلاقة بمحور الاستقرار الأسري في الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية. وزارة الثقافة، وتتفضل السيدة ندى أحمد ياسين الوكيل المساعد للسياحة، تقديراً لدور الوزارة في دعم المشروع الوطني لإدماج احتياجات المرأة في مسار التنمية. جامعة البحرين، ويتفضل سعادة الدكتور إبراهيم محمد جناحي رئيس جامعة البحرين تقديراً لدور الجامعة في تنفيذ العديد من الدراسات العلمية التي اعتمدها المجلس منهاجاً لعمله، وتقديم الخبرات الفنية والعلمية في إعداد التقارير الدولية وتنفيذ برامج التوعية والتدريب الموجهة للمرأة البحرينية والشباب. بنك البحرين للتنمية، ويتفضل سعادة السيد نضال العويجان الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية تقديراً لدور البنك في دعم برنامج التمكين الاقتصادي من خلال تبني إنشاء مشروع مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية. بنك الإبداع، ويتفضل سعادة الدكتور وحيد عبدالله القاسم الرئيس التنفيذي لبنك الإبداع تقديراً لدور البنك في دعم وتنفيذ برامج التمكين الاقتصادي وإدارة المحفظة المالية لصاحبة السمو الملكي لدعم النشاط التجاري للمرأة البحرينية. المنظمات الإقليمية والدولية، المركز العربي لتنمية وتدريب رواد الأعمال التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو بمملكة البحرين، ويتفضل سعادة الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس أمناء المركز، وذلك تقديراً لدوره في إطلاق عدد من المشاريع الهامة في إطار الخطة الوطنية لاستراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية، وشريك رئيسي في تنفيذ برامج التمكين الاقتصادي وأهمها مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية. منظمة المرأة العربية، وتتفضل سعادة الدكتورة ودودة بدران المدير العام للمنظمة تقديراً لدور المنظمة في توفير الخبرة الفنية في تنفيذ برامج ومشاريع الخطة الوطنية للاستراتيجية للنهوض بالمرأة. المجلس القومي للمرأة بجمهورية مصر العربية، ويتفضل سعادة السيد محمد أشرف حربي سلامة سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين تقديراً لدور المجلس في توفير الخبرة الفنية لتنفيذ برامج مشاريع الخطة الوطنية الاستراتيجية للنهوض بالمرأة البحرينية. البنك الإسلامي للتنمية، ويتفضل السيد رياض راغب مدير شعبة العلوم والتكنولوجيا والتعاون الفني تقديراً لدور البنك في دعم مشاريع برنامج التمكين الاقتصادي للمجلس الأعلى للمرأة وتمويل المشاريع التنموية الموجهة للمرأة البحرينية. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، ويتفضل السيد فراس غرايبة نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك تقديراً لدور البرنامج في توفير الخبرة الفنية والتعاون في تنفيذ برامج
ومشاريع الخطة الوطنية للاستراتيجية للنهوض بالمرأة البحرينية، وعلى وجه الخصوص برنامج التمكين السياسي في إطار وثيقة التعاون. مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو، ويتفضل الدكتور هاشم حسين رئيس المكتب تقديراً لدور اليونيدو في دعم وتنفيذ برامج التمكين الاقتصادي للمرأة البحرينية من خلال النموذج الوطني لريادة الأعمال. الجمعيات واللجان النسائية التي ساهمت في تنفيذ برامج ومشاريع الخطة الوطنية لاستراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية: الاتحاد النسائي البحريني، وتتفضل السيدة زينب ناجم رئيسة الاتحاد تقديراً لدور الاتحاد والشراكة في تنظيم المؤتمر الوطني الأول والندوة الحوارية حول قضايا المرأة. جمعية سيدات الأعمال البحرينية، وتتفضل الدكتورة لولوى المطلق عضو مجلس إدارة الجمعية تقديراً لدور الجمعية كأول جمعية نسائية مهنية تخصصت في مجال دعم ومساندة ريادة الأعمال وتبنيها للعديد من البرامج والمشاريع للتمكين الاقتصادي للمرأة. لجنة المرأة جمعية الحكمة للمتقاعدين، وتتفضل السيدة فائقة خليل المؤيد رئيسة لجنة المرأة تقديراً لدور اللجنة في إدارة وتنفيذ أحد برامج التمكين الاقتصادي للمرأة. لجنة مشاعل الخير بالجمعية الإسلامية، وتتفضل السيدة ابتسام الجامع عضو اللجنة تقديراً لدور اللجنة في إدارة وتنفيذ أحد برامج التمكين الاقتصادي للمرأة. لجنة المرأة جمعية الصداقة للمكفوفين، وتتفضل الأستاذة شريفة المالكي رئيسة لجنة المرأة تقديراً لدور اللجنة في إدارة وتنفيذ أحد برامج التمكين الاقتصادي للمرأة، برنامج تدريب ذوات الإعاقة البصرية على الحاسب الآلي. الشركاء والداعمون من مؤسسات القطاع الخاص برعاية الاحتفال بالذكرى العاشرة لإنشاء المجلس الأعلى للمرأة ويوم المرأة البحرينية. ممتلكات البحرين، الراعي الذهبي السيد طلال الزين الرئيس التنفيذي. بنك البحرين الوطني، الراعي الذهبي السيد خالد جمعة المدير العام للشؤون الإدارية والمالية. مركز التجارة العالمي، الراعي الذهبي السيدة رنا حبيب مديرة الاتصالات. تمكين، الشريك الاستراتيجي السيد محمود الكوهجي الرئيس التنفيذي. شركة البحرين للاتصالات بتلكو، الراعي الفضي الشيخ أحمد بن خليفة الخليفة مدير عام الموارد البشرية للمجموعة.
البنك الأهلي المتحد الراعي الفضي، السيدة فائزة السعيد مديرة الموارد البشرية والتدريب. KPMG فخرو الراعي البرونزي السيد جمال فخرو الشريك التنفيذي. شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات الراعي البرونزي المهندس عبد الرحمن جواهري الرئيس التنفيذي. شركة تطوير الراعي البرونزي السيد عادل خليل المؤيد نائب الرئيس التنفيذي. شركة التمويل الكويتي الراعي البرونزي السيد عبد الرزاق جواهري المدير التنفيذي. شركة غاز البحرين الوطنية بنغاز الراعي البرونزي السيد أحمد يوسف ماجد نائب المدير العام. مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو الراعي البرونزي الدكتور هاشم حسين الرئيس التنفيذي. سمو الشيخة حصة بنت خليفة الخليفة تقديراً لدورها لرئاسة ومتابعة أعمال اللجنة التحضيرية لرائدات الأعمال الشابات. السيدة عبيدة الخاجة تقديراً لدورها في تنظيم معرض رائدات الأعمال الشابات وتصميم جناح المناسبات وتقديمها المساعدة لكافة المشاركات في المعرض مما ساهم في تسهيل مهام اللجنة المنظمة. السيدة بدرية شريف تقديراً لدورها في تنظيم معرض رائدات الأعمال الشابات وتصميم جناح الخدمات. الآنسة أسيل الأنصاري تقديراً لدورها في تنظيم معرض رائدات الأعمال الشابات وتصميم جناح المجوهرات والإكسسوارات. السيدة سيرين درويش تقديراً لدورها ومساهمتها في تسهيل مهام اللجنة المنظمة. كل الشكر والتقدير لصاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة حفظها الله ورعاه. سيدة البحرين الأولى، حضورنا الكريم، يصاحب هذا الاحتفال معرض لرائدات الأعمال الشابات 45 Gallery، وقد تم مراعاة اختيار الرائدات الشابات من البحرينيات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن 45 عاماً في مجالات الأعمال المختلفة. تتفضل الآن سمو الشيخة حصة بنت خليفة الخليفة عضو المجلس الأعلى للمرأة رئيسة لجنة الرائدات الشابات بإلقاء كلمة حول امتياز الشرف لرائدة العمل الشابة، فلتتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حفظكم الله. أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني في هذا المناسبة الوطنية الهامة أن أتقدم لكم جميعا بخالص التهاني بيوم المرأة البحرينية الذي يأتي متزامنا مع مرور 10 سنوات على إنشاء المجلس الأعلى للمرأة. صاحبة السمو الملكي، الحفل الكريم، إن مناسبة اليوم المرأة البحرينية تأتينا في كل عام لنستذكر إنجازات المرأة البحرينية التي استطاعت أن تشارك وتساهم بكل ما تملكه من إبداعات وطموحات لتكون الشريك الجدير في دعم مسيرة البناء وتقدم الوطني. ويأتي اختيار شعار هذا العام المرأة في الاقتصاد لكونه أحد المجالات الهامة التي استطاعت المرأة البحرينية أن تؤكد حضورها فيه بكل قوة رغم الصعوبات التي تتواجهها للاستمرار في هذا القطاع الحيوي. وتأتي مبادرتكم يا صاحبة السمو بإنشاء لجنة مختصة للنظر في وضع المرأة البحرينية الشابة في مجال ريادة الأعمال لتؤكد اهتمامكم الكبير وحرصكم على تسليط الضوء على الكفاءات البحرينية الشابة في مجال ريادة الأعمال والوقوف على رؤية هذه الفئة وإبراز جهودها ودورها في هذا المجال الحيوي الهام. ويسرنا بعد مرور عام على إنشاء اللجنة التي تنهي أعمالها اليوم أن تقدم لكم مبادرتين تسهم بهما اللجنة في يوم المرأة البحرينية، مع تطلعنا بأن تحقق هاتين المبادرتين الأهداف المرجوة منها. المبادرة الأولى إطلاق مبادرة امتياز الشرف لرائدات الأعمال البحرينية الشابة بمباركة كريمة من لدن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة. ومن المؤمل أن يسهم هذا الامتياز في تشجيع وتحفيز رائدة العمل الشابة على استدامة وتطوير عملها الحر ونشر ثقافة الروح الريادية بين الشابات وتشجيعهن على المبادرة والإبداع وزيادة عدد الكفاءات الشابات من خلال تبني ودعم كفاءات جديدة وإبراز التجارب الناضجة لرائدات الأعمال الشابات وتسليط الضوء على القطاعات الاستثمارية الاقتصادية الجديدة بالمملكة. وسيمنح هذا الامتياز لكل من تتوفر لديها الشروط اللازمة، وسيتم في الأيام المقبلة شرح تفصيله وفتح الأبواب للتقدم له. المبادرة الثانية، المساهمة في تنظيم معرض للرائدات الشابات تحت عنوان غاليري 45، وذلك لتقديم 45 نماذج وقصص عمل ناجحة لسيدات عمل دون 45 عاما. وستتجولون بعد قليل في هذا المعرض الذي يعكس المجهود الذي بذلته تلك السيدات واللاتي لا يعرفن إلا النجاح وتحدي الصعاب. ونأمل من المعرض أن يكون منصة واعدة لقصص النجاح التي نحن على يقين بأنها ستبرز في الوقت المناسب. وفي الختام اسمحوا لي يا صاحبة السمو أن أتوجه بالشكر الجزيل لعضوات اللجنة التحضيرية على جهودهن خلال فترة العمل، والشكر موصول إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة على ما قدمته من تسهيلات ومتابعات حثيثة لنجاح عمل اللجنة، والذي تمثل في إطلاق هاتين المبادرتين بهدف تحفيز وتشجيع وإبراز جهود رائدة العمل البحرينية التي لن تتواني عن خدمة بلدها وإثبات ذاتها وإمكاناتها. أشكركم جميعاً على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الشكر لسمو
كل الشكر لسمو الشيخ حصة على هذه الكلمة. تتفضل الآن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى بافتتاح معرض رائدات الأعمال البحرينية. الطيبة والسخن